تعال بقى نروح لخبر برضو حلو جدا. محافظه الدقهليه واولادها الابطال زي ما بيتقال كده، في حاجه اسمها الووشو، هي كونغ فو او حاجه في الكونغ فو. راحوا الشباب بتوعنا وشرفونا هناك بعد ما نجحوا في حصد 11 ميداليه متنوعه، بواقع هنا 4 ميداليات ذهبيه، 4 فضيه، 3 برونزيه، لما شاركوا في البطوله الدوليه في موسكو اسمها موسكو ووشو ستار، اللي اقيمت في موسكو تحديدا من الفتره 22 ل 28 فبراير. يعني عايزه اقول لحضراتكم ابناء النادي المنزله بالدقهليه بجد متفوقين بشكل لافت للنظر في اللعبه، وراحوا البطوله بقياده نصر ابراهيم سالم، ده مدير ومدرب بعثه الكونغ فو في الدقهليه، وحققوا نتائج يعني عايزه اقول لكم هايله جدا. انت برضو يا كريم بتتكلم على امكانيات مش افضل شيء، معلش خلينا نبقى صرح لما نيجي نتكلم ونقيم نقيم صح، انت ما عندكش الامكانيات اللي هي توديك تنافس يعني على المستوى العالمي، رغم كل ده انت عندك الكوادر اللي تقدر ان هي باقل الامكانيات تحقق يعني فوز وترفع اسم مصر، وده اللي حصل تحديدا. يعني امبارح فعلا نادي المنزله عمل لهم تكريم كمان، لان حاجه كلنا اكيد فرحانين بيها، وكان في وكيل حضر، وكيل وزاره الشباب والرياضه وشخصيات عامه من المحافظه، وبنقول لهم اكيد مبروك استمروا، والناجح بيبقى ناجح حتى لو ايه يا كريم، يعني حتى لو امكانياتك قليله وانت شخص عايز تحقق حاجه هتقدر ان انت تحقق حاجه. وانت بتقولي الكلمتين اللي فاتوا دول، يعني هو انت على طول مخي يعني راح لمحمد صلاح ابن النجريج اللي راح مولع الدنيا في الدوري الانجليزي، وقد ايه قابل تحديات يا كريم في بدايته، ونفس الكلام مع الفرق طبعا، مع الفروقات، بس نفس القصه اهو بابناء نادي المنزله ولعوا الدنيا في موسكو، يعني برضو امكانيات تكاد تكون يعني انت حسيتك ايه بتحاولي تطبطبي على الكلمه، هي تكاد تكون معدومه الامكانيات، ومع ذلك لما بيتحطوا في المعترك لا اداها وقدود، الحقيقه حاجه جميله جدا.